السلام عليكم. لو أنت دكتور بيطري أو طالب في كلية الطب البيطري أو حتى محب للحيوانات الأليفة أو مربي للدواجن أو الأرانب أو حتى اللارج أنيمال، يبقى لازم تشترك في قناة يوميات محمد وأمنية، وكمان تشترك في قناة محبي الله ورسوله، لأن أنا وزوجي 2 دكاترة بيطريين خبرة أكتر من 20 سنة في معظم مجالات الطب البيطري. واللي لسه مشتركش في قناتنا التانية هسيب لكم لينك القناة في أول تعليق إن شاء الله. وما زلنا اليومين دول مع طلاب الفرقة الأولى. النهاردة هتكلم عن تالت سيكشن في الأناتومي، بيتكلم عن العظمة التالتة في الفور ليمب. وعرفنا الفور ليمب يعني الطرف الأمامي، أخدنا بالتفصيل أول عظمة وهي السكابولا، وتاني عظمة وهي الهيومرس، النهاردة إن شاء الله تالت عظمة وهي راديوس أند ألنا. والراديوس هي عظمة القعبرة أو الكوع، والألنا هي عظمة الزند. تعالوا نشوف المعيد وهو بيشرح هيقول إيه. راديوس أند ألنا دولت عظمتين مش عظمة واحدة، عظمتين. دي اللي هي الراديوس الكبيرة ديت، تبقى موجودة كرينيالي، موجودة كرينيالي، واللي وراها دي بتبقى موجودة ناحية الكودا الأسبكت، بسميها الألنا، بسميها الألنا. يبقى دي الراديوس ودي الألنا. بيقول إن الراديوس والألنا دول عظمتين، الكبيرة دي هي الراديوس والصغيرة هي الألنا. والراديوس بتكون موجودة كرينيالي، يعني متجهة ناحية الرأس. عرفنا الفرق بين كرينيال وكودال. كرينيال متجه ناحية الرأس وكودال ناحية الديل، والألنا بتتجه ناحية الكودال. طب موجودة فين الريديوس عند ألنا؟ موجودة في الفور أرم ريجون، الريجون بتاعها. طب الديركشن بتاعها بيبقى إيه؟ بيبقى فيرتيكال، بيبقى عمودي بالشكل ده كده، بيبقى فيرتيكال وليس لا كرينيال ولا كودال. الريديوس والألنا موجودين في الفور أرم ريجون في منطقة الساعد، والدايركشن بتاعها يعني الاتجاه بتاعها بيكون فيرتيكال يعني عمودي. طيب هي بتتمفصل مع ايه؟ بتتمفصل من فوق مع عظمة الهيمورس، ومن تحت مع الكاربال بون، فهتشارك في تكوين الالبو جوينت من فوق، ومن تحت هتعمل لي الكاربال جوينت. وبتتمفصل من فوق مع عظمة الهيومرس، عظمة العضد، ومن تحت مع الكاربال بون، عظام الرزغ، فهي بتشارك في تكوين الالبو جوينت. من فوق يعني مفصل الكوع، ومن تحت بتكون الكاربال جوينت مفصل الرزغ. ازاي؟ بجيب عظمة الهيومرس بتخش معاها بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، بيبقى الريديوس بتتحد مع الديستال اكستريميتي بتاعت الهيومرس اللي هي التروكليا، والألنا بتخش في الالوكرينون فصة اللي احنا قلنا عليها، بتخش في الالوكرينون فصة بالشكل ده كده. يبقى ده اللي هو الالبو جوينت والارتكوليشن. هنا بيوريني ازاي الريديوس والألنا بيتمفصلوا مع عظمة الهيومرس وبيكونوا الالبو جوينت مفصل الكوع. الريديوس بتتحد مع الديستال اكستريميتي بتاع الهيومرس، يعني الطرف الأسفل للهيومرس اللي اسمها تروكلي يعني البكرة، والألنا بتدخل في الأوليكرينون فصة في الحفرة الزجية للهيومرس، وبكده بيكونوا مفصل الكوع اللي هو البوجوينت. طيب لو حبينا نمسك عظمة عظمة كده ونشوف تفاصيلها، الريدياس لونجبون، نوعها الطيب بتاعها لونجبون، وكذلك الألنا لونجبون بس بنسميها ريديوزد لونجبون. نمسك الراديوس الاول، زي ما انا شايف بتبقى هي عظمه فلاتنت، عظمه فلاتنت، وبتبقى ليها شافت واتنين اكستريميتي زي مواصفات اي لونجبون. بيبقى البروكسيمال اكستريميتي اللي هي ديت، ودي الديستال اكستريميتي، وما بينهم الشافت. شرحنا تايبس اوف بون، انواع العظمه، والراديوس نوعها لونجبون، عظمه طويله، وكذلك الألنا لونج بون ولكن بتقع تحت ريديوزد لونج بون، عظمة طويلة ولكن مختزلة. والريديوس وصفها إنها فلاتن بون، عظمة مسطحة.
ولها شافت واتنين اكستريميتين، لها جسم العظمة وطرفين، ودي مواصفات أي لونج بون. الطرف العلوي أو الداني أو الأقرب لبداية الفور لم اسمه بروكزيمال اكستريميتي، والطرف البعيد أو الطرف القاسي بيبقى اسمه ديستال اكستريميتي. وبين البروكزيمال اكستريميتي والديستال اكستريميتي بيكون الشافت. لو بصينا للبادي أو الشافت بلاقي إيه؟ فلاتند زي ما قلنا كومبريزد بالشكل ده مضغوط، فبتبقى فلات وبيعمل لي الكرينيال سيرفيس بيبقى سلايتلي كونفكس بالشكل ده. ده الكرينيال سيرفيس بيبقى سلايتلي كونفكس وبيبقى سموث ما لهوش اي حاجه خالص. الكودال سيرفيس بيبقى سلايتلي كونكيف اهوت واضح سلايتلي كونكيف وبرضه بيبقى سموث. واهم حاجه ان البروكسيمال اكستريميتي ها بتعمل اتاتشمنت مع مين؟ مع عظمه الالنا، بتعمل اتاتشمنت مع عظمه الالنا. البادي زي ما قلنا فلاتن مسطح كومبريزد مضغوط، وبعدين بيشرح في الكرينيال سيرفيس الجهة اللي ناحية راس الحيوان اسمها كرينيال، بتكون سلايتلي كونفكس محدبة بشكل بسيط سموث ناعمة مش عليه أي نتوءات أو بروزات. الكودال سيرفيس الجهة المتجهة ناحية الديل بتكون سلايتلي كونكيف مقعرة بسيطة وبرضو بتكون سموث. واهم حاجة في جهة الكودال ان البروكزيمال اكستريميتي بتاعة الراديوس بتعمل اتاشمنت بتلتصق مع عظمة الالنا. ان البروكزيمال اكستريميتي ها بتعمل اتاشمنت مع مين؟ مع عظمة الالنا، بتعمل اتاشمنت مع عظمة الالنا، وتسيب ما بينها وما بين الالنا سبيس واضح خالص بسميه انتر اوسياس سبيس، انتر اوسياس سبيس. البروكزيمال اكستريميتي لعظمة الريديوس بتلتصق بعظمة الألنا، لكن بتسيب ما بينها وبين عظمة الألنا فراغ واضح جدا اسمه انتر اوسياس سبيس، فراغ بين العظام. انتر يعني بين، اوسياس يعني عظمي، سبيس فراغ. اكتب لي في التعليقات عشان ده مهم جدا، الفراغ الموجود بين عظمة الريديوس وعظمة الألنا اسمه ايه؟ عاوزاك تحفظ البيت كله، الفراغ الموجود بين عظمة الريديوس وعظمة الألنا اسمه انتر اوسياس سبيس. اسمه ايه؟ انتر اوسياس سبيس. ما احنا مش هنعيش احنا في المأساة دي لوحدينا، اخوك الصغير لازم يعرف ان المسافة الموجودة بين الريديوس والألنا اسمها ايه؟ انتر اوسياس سبيس. بالمرة اعمل لايك، واكيد يعني انت اكيد خلاص اشتركت في القناتين. طيب ليها كام بوردر؟ ليها تو بوردر، ده اللي هو اللاترال بوردر وده الميديال بوردر. اللاترال بوردر بيبقى اللاترال بوردر هعرفه منين؟ انه ناحيه الالنا، لان الالنا دايما بتبقى موجوده على الكودال اسبكت وناحيه اللاترال، موجوده كودو لاترالي، فيبقى ده اللاترال بوردر بتاعي بيبقى سلايتلي ها كونكيف او ستريت. الميديال بوردر بيبقى تحت الجلد مباشره سب كوتينس، ويبقى برضه سلايتلي ستريت او سلايتلي كونفكس. يلا نكمل. الريديوس بون لها اتنين بوردر، البوردر الحدود بتاعتها لها ميديان بوردر ولاترال بوردر. الميديان بوردر يعني حد متوسط، واللاترال بوردر يعني حد جانبي. وقلنا كذا مرة ونقول تاني عشان اللي مش متابع معنا من الأول، أفضل شيء عشان أعرف الميديان من اللاترال هو على جسم الإنسان. إيدك مثلاً، الجهة اللي بص على جسمك ناحية جسمك دي اسمها ميديان، واللي بص لبرة اسمها لاترال. يبقى الجهة اللي جوه ناحية العمود الفقري اسمها ميديال بوردر، واللي بص لبرة اسمها لاترال. بعرف اللاترال بوردر بتاع عظمة الريديوس انه بيكون ناحية الألنا، ما هي الألنا جاية بميل شوية مش في النص، اتجاه الألنا كودو لاترالي ناحية الديل والبرة، واللاترال بوردر بيكون سلايتلي كونكيف أو ستريت مستقيم. الميديان بوردر بيكون تحت الجلد مباشرة ساب كوتينيوس، وساب يعني تحت وكوتينيوس يعني الجلد، يبقى تحت الجلد، وبيكون برضو سلايتلي ستريت أو سلايتلي كونفكس. طيب لو جينا بصينا فوق على البروكسيمال اكستريميتي بلاقي في الالنا، بلاقي واضح خالص اتنين جروف همات ما بينهم ساجيتال ريدج بسميهم تروكليار جروف او هيومرال ارتيكولار سيرفيس.
عشان بتتمفصل مع الهيمورس. مع ايه بالتحديد في الهيمورس؟ مع التروكليا اللي احنا قلنا عليها او الميديال كوندويل. هيبتدي يشرح في البروكزيمال اكستريميتي الطرف العلوي، بلاقي في الريدياس 2 جروف واضحين جدا، والجروف يعني اخدود او حفرة، والاتنين جروف بينهم ساجيتال ريدج، والريدج ارتفاع بسيط، وساجيتال يعني سهمي، يبقى الساجيتال ريدج ارتفاع سهمي. وعلشان تفهم يعني ايه كلمة ساجيتال بلين لازم تشوف الرسمة دي، خط بيقسم الجسم لنصفين يمين وشمال لكن مش في المنتصف، بارا ميديان، خط موازي للميديال بلين، والجروف ده بسميه تروكليار جروف أو هيومرال أرتيكولار سيرفس، نسبة لعظمة الهيومرس اللي بتتمفصل معاها. مع إيه بالتحديد في الهيومرس؟ مع التروكلي البكرة، الجزء السفلي من الهيومرس، أو مع الميديال أند لاترال كوندويل أوف هيومرس. الساجيتال ريدج دي بتنتهي بشفة واضحة خالص بسميها برومينانت ليب، بسميها برومينانت ليب، وهم اسمهم هيومرال ارتيكولار سيرفيس. طيب بلاقي تحت في ايه؟ في ريديال تيوبريستي واضحة خالص، بروز واضحة وتميل ناحية الميديال شوية، بسميه ريديال تيوبريستي عشان البايسبس بريكياي مصل. الساجيتال ريدج بتنتهي بشفرة واضحة اسمها البرومينانت ليب، والجزء ده بسميه هيومرال ارتيكولار سيرفيس، السطح التمفصلي مع عظمة الهيومرس. والبروز الكبير الواضح قلنا اسمه تيوبرستي، والبروز ده اسمه راديال تيوبرستي، بروز شعاعي كبير وبياخد ميل ناحية جهة الميديال، وهنا بيكون في اتاشمنت مع البايسبس براكياي مصل، يعني البروز ده بيساعد على تثبيت العضلة. راديال تيوبريستي واضحه خالص، بروز واضحه وتميل ناحيه الميديال شويه، بسميه راديال تيوبريستي عشان البايسبس بريكياي مصل. وبلاقي فيه هنا ميديال تيوبريستي اهوت، وبيبقى كونكتد مع الراديال تيوبريستي عشان ليجامنت اتاتشمنت. والاقي الناحيه الثانيه ناحيه اللاترال في لاترال تيوبريستي، في برضه لاترال تيوبريستي عشان برضه ليجامنت اتاتشمنت. بعرف ده ان اللاترال منين؟ ايوه، عشان الاله بتبقى موجوده ناحيه اللاترال. بيقول ان في كمان ميديان تيوبريستي، بروز في الناحية الداخلية، وبيكون متصل بالراديال تيوبريستي عشان في هنا ليجامنت اتاشمنت، في هنا رباط بيعدي، فده برضو بيعتبر تثبيت للأربطة في المكان ده. والناحية التانية ناحية اللاترال بيكون برضو فيه لاترال تيوبريستي، وعرفنا انها ناحية اللاترال لانها ناحية الألنا، والألنا قلنا بتكون موجودة ناحية اللاترال. يبقى ده البروكسيمال اكستريميتي بتاعت الريدياس. طيب لو بصينا للديستال اكستريميتي بتاعت الريدياس بلاقي فيها ايه؟ ايوه، بلاقي فيه ها ارتيكولار سيرفيس واضح خالص، بتتمفصل زي ما قلنا مع مين؟ مع الكاربال بون. الكاربال بون بتترسس في صفين، فيرست رو اند سكند رو، طبيعي ان هيبقى الديستال اكستريميتي بتاعت الريدياس ملائمه للفيرست رو بتاع مين؟ الكاربال. ده البروكزيمال اكستريميتي بتاع الريدياس. هنبدأ في الارتيكولار سيرفيس بتاع ديستال اكستريميتي، سطح تمفصلي واضح جدا انها بتتمفصل مع عظم، هنا بتتمفصل مع عظم الكاربال بون، عظام الرزغ، والعظام دي لسه هتاخدوها عظم بيترس صفين، فيرست رو اند سكند رو، صفين بالترتيب. الديستال اكستريميتي بتاع الريدياس ملائمة للفيرسترو بتاع الكاربال بون، دي بتتمفصل مع الريدياس، واللي في النص بتتمفصل مع الانترميديات، واللي ناحية اللاترال بتتمفصل مع الارنر من تحت، ومن ورا بتتمفصل مع الاكسسوري كاربال بون. طيب من ورا بلاقي في ايه؟ بلاقي في ترانسفيرس ريدج واضحة خالص بالشكل ده، في ترانسفيرس ريدج واضحة بالشكل ده، تحت منها 3 ديبريشن واضحين قوي عشان مصل اتاتشمنت، عشان مصل اتاتشمنت. الميديان بتتمفصل مع الراديال كاربال بون، واللي في النص بتتمفصل مع الانترميديات كاربال بون، واللي ناحية اللاترال بتتمفصل مع الالنر كاربال بون، وعظم الكاربال بون لسه هتاخدوه بالتفصيل، ومن قدام هتتمفصل مع الاكسسوري كاربال بون لسه برضو هتاخدوها. وفي ترانسفيرس ريدج ارتفاع بالعرض واضح، تحتها
3 ديبريشن علشان الماسل اتاشمنت، وسيلة لتثبيت العضلات على العظم. لو بصينا من قدام من كرانيال سيرفيس بتاع ديستال اكستريميتي بلاقي فيه جروف واضحة خالص بيعدي فيها تندون بتاع اكستنسور جروب هنا في الناحية دي، بلاقيهم 3، ادي 1 ادي 2 وادي 1 مايل ناحية الميديال. يبقى الثلاثة دولت بسميهم اكستنسور جروفز عشان التندون بتاع الاكستنسور ماسلز، بلاقي فيه بروزين واضحة. ولو بصينا من ناحية الكرينيال الجهة لناحية الراس من أسفل فيه 3 جروف اكستنسور جروف نسبة للتندون أوف اكستنسور مصل، 3 أربطة للعضلة الباسطة، بلاقي فيه بروزين واضحين خالص على كل جنب لناحية الميديال بسميه ميديال ستايلويد بروسيس، ميديال ستايلويد بروسيس، ولناحية اللاترال بسميه لاترال ستايلويد بروسيس، لاترال ستايلويد بروسيس. وفي بروزين واضحين على كل جنب لناحية الميديال اسمه ميديال ستايلويد بروسيس، والبروسيس يعني بروز، ستايلويد يعني إبري، ولناحية اللاترال بسميه لاترال ستايلويد بروسيس. النيوترنت فورامين بتاع العظم دي فين؟ موجود في الانتر اوسيس سبيس، ما بعرفش اشوفه الا لما بشيل عظمة الالنا دي خالص، لقيته بيبقى موجود في الانتر اوسيس سبيس. النيوترنت فورامين بتاع عظمة الريدياس اللي هو الثقب اللي احنا شفناه في السكابولا والهيومرس اللي بيغذي العظمة مش موجود في الريدياس، بيكون مش واضح لانه في منطقة الانتر اوسيس سبيس. قلنا النيوترنت فورامين ثقب بيعدي فيه شريان بيغذي العظمة، هنا مش بقدر اشوفه الا اما افصل عظمة الالنا عن الريدياس. طب لو شفنا مواصفات الالنا زي ما قلنا هي ريديوز دي لونج بون، برضو مواصفات اي لونج بون لها البادي بتاعها اللي هو ده، ولها 2 اكستريميتي بروكسيمال وديستال اكستريميتي الصغيره ديت. الديستال اكستريميتي بتبقى مدببه زي ما انا شايف او تابرد اند، نهايه رفيعه مدببه خالص وبتنتهي في تلتين العظمه، دي بالنسبه للهورس بتنتهي فين؟ في تلتين العظمه، ما بتوصلش للديستال اكستريميتي. نبدا بقى في الالنا، قلنا انها ريديوسد لونج بون، عظمه طويله لكن مختزله ولها نفس مواصفات اي لونج بون، لها شافت او بادي واتنين اكستريميتي، نهايتين طرفيتين، واحده بروكسيمال والتانيه ديستال، والديستال اكستريميتي بتكون مدببه وبتنتهي في تلتين العظمه، ودي حاجه مميزه لعظمه الالنا اوف هورس، مش بتوصل للديستال اكستريميتي بتاع عظمه الريدياس. طيب البادي بتاعها ها بيبقى عامل ايه؟ له 3 سيرفيس زي ما انا شايف، ده طبعا الميديال سيرفيس بيبقى سلايتلي كونكيف، وده اللاترال سيرفيس بتاع الالنا بيبقى سلايتلي كونفكس او ستريت، الكرينيال سيرفيس اللي هو فين؟ اللي مواجه للكودال سيرفيس بتاع الريدياس، وبيشارك في تكوين ايه زي ما قلنا؟ الانتر اوسيس فورامين، الانتر اوسيس فورامين. طيب البادي بتاع الالنا له 3 سيرفيس، 3 اوجه، الميديان اللي لجوه وبيكون سلايتلي كونكيف مقعر قليلا، ولاترال سيرفيس السطح اللي بره سلايتلي كونفكس محدب قليلا او ستريت مستقيم، والكرينيال سيرفيس الجهة اللي بص ناحية الراس بتكون مواجهة للكودال سيرفيس بتاع عظمة الريدياس، وبيشارك في تكوين انتر اوسياس سبيس، وده الميديال بوردر، وبيبقوا سن زي ما احنا شايفين بيبقوا سن وشارب بالشكل ده كده رفيعين وحادين، الكودال بوردر بتبقى سلايت لكونكيف وبتبقى راوندد فروم سايد تو سايد وبتبقى مدور. وبيصف في الميديال بوردر الجهة الداخلية بتكون رفيعة وحادة سن اند شارب، والكودال بوردر بتبقى سلايتلي كونكيف مقعرة قليلا، وراوند فروم سايد تو سايد مدورة ولفة. طيب البروكسيمال اكستريميتي بتاعت الالنا بتعمل لي حاجة اسمها الاولوكرينون، كل ده كده اسمه الاولوكرينون، بيتكون من ايه؟ برضه الميديال سيرفيس واضح خالص بيبقى كونكيف بالشكل ده كده كونكيف، اللاترال سيرفيس بيبقى رف وبيبقى ستريت، وبيبقى من فوق فيه بروز واضح خالص بسميه اولوكرينون تيبريستي، بسميه اولوكرينون تيبريستي، بتمسك فيه 3 عضلات هنعرفهم بعد. البروكسيمال اكستريميتي للألنا بتعمل حاجة اسمها اوليكرينون، يعني نتو له ميديال سيرفيس بيكون كونكيف مقعر، واللاترال سيرفيس بيكون خشن رفة،
وستريت مستقيم، ومن فوق البروز الواضح ده اسمه أوليكرينون تيوبريستي، وده بيمسك فيه 3 عضلات. طيب الكرينيال بوردر بتاعت الأوليكرينون بيبقى فيها ايه؟ فيها بروز واضح خالص شبه المنقار اللي هو ده، بسميه انكونيال بروسيس. وتحت الانكونيال بروسيس بلاقي فيه سيرفيس تاني بيعمل ارتكوليشن مع التروكليا ويبقى شبه الهلال، عشان كده بسميه سيميليونر نوتش او تروكليال نوتش عشان يتمفصل مع التروكليا اوف ذا هيومرس. الكرينيال بوردر الجهه المقابله للراس للأوليكرينون فيها بروز شبه المنقار اسمه انكونيال بروسيس، بروز اسمه انكونيال، وتحته في جزء بيتمفصل مع التروكلي اوف هيومرس. شكل الهلال اسمه سيميليونر نوتش او تروكليار نوتش، شق هلالي او الشق اللي بيتمفصل مع البكره اللي في نهايه الهيومرس. طيب وبلاقي فيه 2 ايه بروزين واضحين خالص تحت التروكليار نوتش ده، في بروزين واضحين على كل جنب لاترال وميديال، بسميهم كورونويد بروسيس اللي هو البروز ده. ده لناحيه الميديال يبقى ده ميديال كورونويد بروسيس، ولناحيه اللاترال هيبقى اسمه لاترال كورونويد بروسيس. هم اللي بيعملوا وعليهم فاسيت وبيعملوا ارتكوليشن مع الكودال سيرفيس بتاع البروكسيمال اكستريميتي اوف ذا ريدياس، وبلاقي ان هم مفصولين عن بعض بالريديال نوتش، بلاقيهم مفصولين عن بعض بالريديال نوتش. تحت التروكليار نوتش فيه بروزين لاترال وميديال، بسميهم كورونويد بروسيس، بروز اسمه كورونويد. اللي ناحية جوه بسميه ميديال كورونويد بروسيس، واللي لبره بسميه لاترال كورونويد بروسيس، وبيتمفصلوا يعني بيعملوا ارتيكوليشن مع الكودال سيرفيس. الجزء المتجه للذيل من البروكسيمال اكستريميتي من عظمة الريدياس، وبينفصلوا عن بعض بالريديال نوتش شق شعاعي. فين كمان بلاقي في التروكليار نوتش في سينوفيال فوسه واضحه خالص زي ما قلنا بتبقى فيها فلويد عشان تعمل لوبريكيشن للالبو جوينت اللي موجوده. بلاقي في التروكليار نوتش فيه سينوفيال فوسه حفره زلاليه بيكون فيها فلويد عشان تعمل لوبريكيشن تشحيم او مرونه للالبو جوينت، العظم ما يحتكش ببعضه. موجوده ناحيه اليمين، خليها في وشي ابص عليها، يعني خليها في وشي وانا شايفها ابص على الالنا. بعد كده رايحه ناحيه اليمين العظمه من هنا تبقى دي يمين، لو رايحه ناحيه شمال العظمه تبقى شمال. وبنعرف العظمه يمين او شمال ازاي؟ قول 10 مرات الالنا تكون في وشك، الالنا يمين تبقى العظمه يمين، الالنا شمال تبقى العظمه شمال، لان احنا عرفنا ان الالنا وضعها بتبقى كودو لاترال، يبقى عرفنا خلاص الالنا بتكون في وشي، الالنا يمين يبقى العظمه يمين، الالنا شمال يبقى العظمه شمال. اللي فاهم حاجه يعمل لايك، واللي ما فهمش حاجه يعمل ديسلايك، واللي وصل للقناه الثانيه قناه محب الله ورسوله يكتب لي ويقول لي وصلت، واللي محتاج اي حاجه في الاناتومي او الهيستولوجي او الفسيولوجي او البيولوجي يبعت لي وانا اعمل له فيديو مخصوص بالجزئيه اللي واقفه قدامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.